الحمد لله القائل وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام على الوطن المستباح، سلام على الجرح الذي يتصدر كل الجراح. حياكم الله في هذا المؤتمر الصحفي الذي يقيمه شعبة العلاقات العامة والإعلام في جامعة تعز كلية الآداب، والذي هو بعنوان التعليم تحديات العودة إلى الكلية. كانت هناك صعوبات كثيرة، من أهمها صعوبة التواصل مع جميع الأساتذة لاستكمال محاضراتهم أو إعداد نماذج الاختبارات، وذلك كونهم نازحين في مدن ومناطق وقرى مختلفة. صعوبة إبلاغ جميع الطلبة للانضمام للدراسة في الواتساب بسبب ضعف النت وانعدامه في كثير من المناطق. الحالة المادية والأمنية التي لم تسمح لأولياء الأمور الطلاب لإرسال أبنائهم للمراكز الاختبارية. صعوبة إرسال واستلام دفاتر الإجابة وإيصالها إلى الأساتذة. صعوبة إيجاد قاعات كافية في المراكز الاختبارية. صعوبة تصوير وطباعة الامتحانات خصوصا في مدينة تعز التي كانت خلال تلك الفترة خالية من أماكن التصوير، إلا في بعض الأماكن التي كانت أسعارها مرتفعة جدا بسبب انعدام الديزل. الوعود كبيرة بالنسبة لطلبة قسم الإعلام بتهيئة استوديو، وكان هناك فعلا خطوات بدأت في هذا الاتجاه قبل الحرب، ولكن جاءت الحرب لتدمر كل شيء ولتوقف كل شيء، حتى الأطراف التي كانت مساهمة أو ستسهم في هذا الأمر توقفت حينها لأنها غادرت البلاد. إحنا مستمرين في عملية ترميم المبنى الرئيسي الذي أوشك على الانتهاء من ترميمه. الخطوة الثانية طبعا قبل هذا التدخل كان هناك مذكرة رفعت من كلية الآداب إلى قيادة المحور لنزول الفريق الهندسي لقيادة المحور لمسح الألغام في الكلية للتأكد من خلو المنطقة من أي ألغام في هذا المباني أو في الساحة. ونزل الفريق الهندسي لمدة 5 أيام، قام بمسح الألغام ورفع لنا تقرير بسلامة المكان وخلوه من الألغام. قدمنا مذكرة بعد ذلك إلى الصندوق الاجتماعي للتنمية، وتفاعل معنا الأستاذ مروان المقطري بشكل كبير، ونزل فريق هندسي من الصندوق الاجتماعي وفعلا تكفلوا ببناء وترميم إعادة ترميم وتأهيل المبنى الملحق بالثلاية اللي هي قاعة الثلاية والمبنى الذي بجواره اللي هو سيبدأ العمل فيه الأحد القادم إن شاء الله. أعتبر أيضا هذا إنجاز أن نعود تجري اختباراتنا هنا برغم كل الظروف المحيطة بنا. كان أول طرف الكادر الموجود والأساتذة، سواء الذي قدروا يجوا والذي ما قدروش، حتى الذي ما قدروش كانوا يحاولوا بطرقهم أنهم يصححوا الأسئلة يرسلوها رغم الصعوبات. ولكن كان في طرف مهم جدا 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 وهو الطلاب. الطلاب أثبتوا شجاعة وإصرار على التعليم داخل مدينة تعز، وما توقع شنا في أول يوم نقول لهم احضروا. هذا العدد من الذي كنا نشوف في البوابة عدد مهول من الطلبة، كنا نقول تعز فاضية. ولما شفنا الطلاب والطالبات يحضروا كلهم ماشيين في الطارود طالعين يدرسوا في جميع كليات الجامعة، قلنا هذا انتصار للطلبة وانتصار على هذه التحديات. أشكر الطلاب فعلا على قوتهم وعلى إرادتهم وعلى عزيمتهم وحضورهم للكلية هنا رغم كان شحة الإمكانات، قاعات ما فيش، ومع ذلك قالوا بنطلع ندرس. وأعتقد الآن الردود اللي تجي لنا والعروض والدعم هو بسبب وجودكم الآن داخل الكلية. مبنى كلية الآداب حصل قذائف عليه من عدة جهات، غير القذائف تم سلبه ونهبه حتى وائرة الكهرباء نزعت، حتى البلاط نزع، حتى الأبواب والنوافذ نزعت، هذا كله ما كانش موجود. والكراسي أحرقت في الساحة، وبقية الكتب التي كانت في المكتبة أحرقت تحت الدرج. تمام. فكل شيء كان مدمر. كلية الآداب دخلناها وهي غابة من الأشجار، ليس فيها شيء غير الثعابين، واحتمال يكون فيها ألغام. لما دخلناها خاطرنا ودخلنا واحتمال يكون فيها ألغام قبل ما يعملوا المسح. فهذا حجم الدمار في كلية الآداب.